تعزيزات عسكرية إضافية لجيش إسرائيل من منطقة واد برقين في هذه اللحظات إلى محيط المنطقة المستهدفة. القوة العسكرية يعني على الأقل أستطيع إحصاء جرافة عسكرية ونحو 10 جيبات بتتعرض هذه الآليات في هذه الأثناء لإطلاق كثيف من النيران من جهة منطقة برقين، حيث يواصل من محور التصدي للآليات العسكرية الإسرائيلية على وقع استخدام مزيد من التعزيزات العسكرية. وعلى ما يبدو بأن طريق هذه الآليات هو منطقة الجابريات ومنطقة الهدف، حيث تواصل هذه الآليات التقدم عبر هذا الطريق الذي يجنب مرور الآليات العسكرية منطقة المدخل الغربي لمخيم جنين، وكذلك أيضا مدخل منطقة الهدف في ضمن هذه العملية العسكرية. ما يمكن القول بأن هنالك عبر وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح تحقيق في ما حدث صباح هذا اليوم في جنين على إثر العبوة الناسفة، ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن أنه يحقق إذا ما كانت العبوات الناسفة زرعت سابقا أم فور اقتحام قوات الجيش. يعني مسألة لحظية أو تم الإعداد لها سلفا يا خالد؟ طيب يعني هذه العربات المدرعات التي رأيناها معا سويا الآن، وجهتها إلى أين؟ نفس الأماكن يا خالد؟ نفس الأماكن التي كانت تتجه إليها المدرعات في الصباح؟ نعم لكن نعم يعني هي نفس الأماكن. هذه الآليات العسكرية برفقة الطائران المروحي في المنطقة، يعني يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية الدفع بتعزيزات عسكرية إلى بشكل واضح إلى 3 مناطق في جنين. الأولى هي القمة المرتفعة، والزميل شادي يرصدها على الهواء مباشرة لاستعراض منطقة. هذه منطقة الجابريات هي المنطقة الجنوبية من المخيم والمرتفعة، وهنالك يعني تسكن عائلة الزبيدي الأسير زكريا الزبيدي، وكذلك أيضا منطقة الهدف وهي المنطقة الغربية المخيم، وكذلك أيضا مدخل مخيم جنين الغربي. كل التعزيزات العسكرية في هذه المنطقة واي شيء يؤدي الى المدخل تم التواجد عسكري اسرائيلي. القوه حتى هذه اللحظه يعني صارت باتجاه منطقه الهدف على وقع استهداف واطلاق نار من محيط منطقه واد برقين باتجاه هذه القوه والتعزيزات العسكريه التي رصدناها على الهواء مباشره، لكن حقيقه يعني طيب أنا لا استطيع ان افهم هذه النقطه يا خالد، يعني هذه التعزيزات العسكريه تذهب للاشتباك مع الجانب الفلسطيني او هي تمركزات امنيه اسرائيليه عند مداخل المخيم او ربما لمساله ازاله هذه المدرعه المعطله او التي بها العطب؟ يعني دقق لي المفهوم، هذه المدرعات تذهب الى نقاط محدده من اجل ماذا يا خالد؟ يعني بالتاكيد هنالك عمليه معقده لجيش الاحتلال الاسرائيلي، وتحتمل الاوجه الثلاثه التي طرحتها زميلي محمد لهذه التعزيزات العسكريه الاسرائيليه. ما يحدث ليس نزهه حقيقه هنا في جنين، وهذا ما يبدو واضحا منذ ساعات الصباح، ونحن ندخل الان 6 ساعات لهذه العمليه العسكريه. الدفع بتعزيزات عسكريه بالتاكيد له هدف تامين مواقع اخرى لعدم تقدم عدد من المسلحين من مناطق أخرى، تحديدا من مناطق جنوب جنين بقدرة الوصول إلى المخيم، وكذلك أيضا محاولات لسحب الآلية العسكرية الإسرائيلية. والنقطة الثالثة هي بالتأكيد الاشتباكات المستمرة في محيط مخيم جنين حتى هذه اللحظة. وبالتالي أنا أسأل هذا السؤال يا خالد لأنه أخشى أن تكون هناك عملية واسعة على جنين تم اعتمادها من الجانب الإسرائيلي، بالتالي نحن نرى هذه التعزيزات لأنه الوتيرة الزمنية يا خالد سريعة، حجم التعزيزات وعلى أكثر من دفعة وأكثر من مرة وكرة هو مقارنة بالفائت أو بالماضي من عمليات الاقتحام الأمر يبدو جلل الآن. يعني بالتأكيد كل يعني إسرائيليا يتحدثون على هذه العبوة
بأنها ساعق مفجر لكل الاحتمالات والتوقعات، وأن عنصر المفاجأة الذي امتلكته الأذرع العسكرية هي تفوق قدرة الشباك الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية على الوصول إلى معلومة بأن المقاومة تمكنت من زرع عدوة وسط طريق في منطقة جنين وتمكنت من تفجيرها وحققت إصابات مباشرة. والآن إسرائيليا يعني كل الحديث عملية واسعة النطاق على كل المستويات على كل وسائل الإعلام الإسرائيلي، وبالتالي لربما نحن في المرحلة التسخين النهائية الميدانية التي نشهدها. يعني لربما زميلي محمد وأنت أشرت إلى ما هو فائد، كنا سابقا نتحدث نقول بأن العملية العسكرية الإسرائيلية كما يروج لها إسرائيليا باتت قاب قوسين أو أدنى مسألة وقت، الآن تجاوزنا هذا القول حقيقة أمام التصريحات الإسرائيلية. والحديث بشكل واضح يعني تصريحات وزير المالية سوميتريك هي ليست فقط لكسب صوت اليمين المتطرف، وإنما لوضع الحكومة الإسرائيلية على المسطرة باتجاه اتخاذ إجراءات كما يعني يرى اليمين المتطرف في هذا السياق، لأنه آن الأوان لتنفيذ هذه العملية. سيما جيش الاحتلال الإسرائيلي في 31 من مارس الأول من نيسان العام 2021 أطلق عملية أطلق عليها كاسر الأمواج بهدف الوصول إلى المسلحين والخلايا التي تشكلت تباعا بعد اغتيال جميل العموري وتشكيل كتيبة جنين، تطورت إلى مناطق الضفة الغربية، ونفذ جيش الاحتلال سلسلة عمليات اغتيال في تولكرم، في ناقد، في بلاطة، في عسكر، في جنين، في يعقد، في قباطنة، في جبع، في هذه المناطق. لكن النتيجة أن المشهد الميداني لا زال مستمر بتنفيذ عمليات سواء فردية أو عمليات إطلاق نار. طيب.